صديقتي، مرحبا بكم في قناة أم عبد الرحمن لتعليم الكروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن حال إن شاء الله. مرحبا المشتركين اللي انضموا القناة ديالي، وشكرا بزاف المتتبعات الوفيات على ديك التعاليق الجميلة اللي خليتوا لي وكتحمسوني دائما. شكرا للجميع ومرحبا بكم في القناة ديالي المتواضعة. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا جبت لكم بيبيرون ولا رضعة ديال بيبي مغلفة بالكروشي، ففكرة جميلة وقلت علاش ما نشاركهاش معكم، تستافدوا ودعموا الفائده ان شاء الله. نبداو على بركه الله في الشرح. هانتوما كما كتشوفوا فانا غلفت هذا البيبرون هذا بالكروشي، فصراحه كيجي غزل وجميل. وكما يعني اي وحده بالنسبه باش نبدا واحد الحاجه مهمه، واحد النقطه بحال دابا هذا اللي غنشرح لكم كيختلف على كل وحده والبيبيرون ديال الطفل ديالها ولا الابن ديالها كيفاش غادي يكون. يعني الاشكال البيبيرون ما كيكونوش بحال بعطيتهم، كل بيبيرو وفي شكل. هانتوما كما كتشوفوا انا عندي هذا الشكل هذا وعملتلو هاك الطريقه اللي غلفته، فكيبقى ديك الساعه الاختيار ديالكم نتوما. يعني انا غنعطيكم نفس الزواقه ونفس الشيء، كيبقى ديك الساعه ضروري نتوما كل وحده تاخذ القياس على البيبيرو اللي عندها. فماشي صعيبه وسهله، قلت علاش ما غاديش نشاركها معكم، تستافدوا وتاخذوا فكره نتوما وتفرحوا الاطفال ديالكم ولا البيبي ديالكم وتوجدوا له هذا البيبيرو، فكيجي مزيون بزاف صراحه. كتحتاجوا ملي كتخرج الام مع الابن ديالها اولا المولود ديالها يعني عند العائله وديك الشيء، ضروري كتغلف البيبيرو ملي كتعمل فيه الحليب ولا بزاف الحاجات كتغلفوا، كيجي مزيون وتا هو كيحافظ على الحراره، كيخلي ملي كتغلفوا بالخيط بحال هذا اولا الصوف كيخلي الحاجه سخونه. فقلت علاش ما نشاركهاش معكم ان شاء الله. انا عندي هذا الصغير فغادي نوريكم الطريقه في هذا، هو نيت صغيور واش ما يديليش الوقت بزاف. هذا وجدته قبل لانه بيبيرو كبير يعني القياس غيدي الوقت طبعا، قلت نشاركه معكم. انتم كما كتشوفوا فراقي كيجي ورائع مزيون. نبداو على بركه الله في الشرح. كما كتشوفوا غادي نحتاجوا خيط، انا عندي الخيط في الكريمه، كل واحد وكيفاش بغى يعمل اللون الاختيار ليكم. الكروشي الحجم ديالو كبير باش يجي ساهل. ونبداو على بركه الله. كما قلت لكم الخيط راه متواجد في الاسواق موجود، هذا يعني ما غادي يكون موجود لاس فيغاس معروف. اول حاجه غادي نبداو بها هي سلسله، وغادي نوريكم الطريقه. نبداو على بركه الله بسم الله. دائما نشوفوا الحجم ديال الكروشي كبير لان الخيط عندنا كبير. 3 4 5 6 6 ديال السلسلات. وغادي نرجعوا للراس هنا شديناها وغنعملوا 3 ديال الاعمده. الله عفوا سمحوا لي 3 ديال السلسلات، هو راه عمود. انتما كما كتشوفوا وغادي نعمروا هاد الدائره هذه بالاعمده. ها هي حتى غادي نعمروها كامله هاد الدائره هذه، وغادي نوريكم كيفاش غادي تكون. هذه هي البدايه البيبيرون كيفاش كيتبدا. ها هو هانتوما هاهو شفتو كيما قلت لكم انا جاني هذا الشكل هذا على حسب شكل البيبيرون. فاذا كان عندكم نتوما بيبيرو يعني ماشي نفس الحجم ماشي نفس يعني كيبقى ديك الساعه الزواق نتوما غتحكموا في القياس في المقاس بيبيرو. هانتوما ملي كنقربوا من هنا فكنشدوا هاد العميده ونحسبوا عاود 3 ديال السلسلات ونمشيو بنفس الطريقة. غادي نبداو نخدمو جوج فواحد سلسلة باش دغيا كتجي يعني ما كتجمعش وتكرج. دابا عتبقى الخدمة كما هي هانتوما كما كتشوفو راه ساهل. هاهي وغادي نوريكم طريقة الزواقة فما ماشي صعيبة، وهاد اللعيبات تا هما ساهلين.
كيبقى الاختيار ليك، كل واحد شنو كيبغي يعمل. هانتوما كما كتشوفوا فاش شديت نفس العمليه اللي عملت في الاول ووريتكم، عاو نفس الشيء ثلاثه ديال السلسلات وغنخدموا وحده وسط وحده هكذا، عاو نفس الشيء نعمرو غير باش كيزيد الحجم باش كتولي ما كتجمعش الخدمه، هذا هو اللي كاين. ونمشي بنفس العمليه. هانتوما كما كتشوفوا فالقياس ديالنا هو هذا للدائره، يعني على حسب الحجم ديال البيبانو اللي عندكم. هانتوما يعني انا كما قلت لكم قد هكذا، ها هو كنقيسو غير هكذا، وغادي نوريكم الطريقه. ثلاثه ديال السلسلات ونرجعوا في نفس المكان نعملوا جوج ديال السلسلات ونرجعوا لهنا، غادي نعملوا الشريرفات بهم باش غادي نطلعوا هاد الخدمه هادي. هانتوما وغنبدا نحسبوا 4 في 5، غادي في 5 غادي نعملوا الخدمه. هانتوما كما قلت لكم غتجيو من هنايا وتعمروا، عاود نحسبوا 2 3 4 5، في 5 غادي نعملوا الشريرفات ديالنا ولا التهج الصغير. ونجس جوج سلسلات دائما هما اللي كنفصلوا بين ديك الاعمده، ها هما، وغادي ندوروها كامله. هانتوما انا ما غاديش نعمل نفس الخدمه، غادي نعمل سلسله هي الاولى وغنجي هنا 1 2 3 4 5 هيدا، وغنكملوا هاد الدائره كامله. هانتوما كتشوفوا ملي جوزنا سلسله كامله غادي نجي وغادي نعملوا هاد الخدمه اللي عملنا الاولانيه هنايا، هاد الشريرفه غادي نعاودوها هنايا، ونجيو سلسله ما كنعملوا حتى شي فرق بيناتهم، كنخليوها هكذاك وكنخدموا. ها هي كنعملوا غير جوج سلسلات بيناتهم كيكونوا الاعمده هي، اما هنايا ما كنعملوش، ها هي كنجيو من هنا وكنمشيو بنفس الطريقه هكذا حتى الاخر. هانتوما كما كتشوفوا فمشيت بنفس القياس، بدا كيزاد الحجم ديالها، عملت هنايا كما قلت لكم 5 ديال السلسلات، ومي كنرجع السطر اخر جوج الاعمده من هنا ومن هنا هي كتفصل بيناتهم جوج سلسلات، وكنبقاو ماشيه ما كنزيدو حتى شي حاجه بهذه الطريقه. هذه كتطلع على هذا الشكل هذا، ما يعني ما زيرت ما خفتوها، هي كتطلع كتجمع الراسه. هانتوما كما كتشوفوا فحنا قربنا نساليو، بقات لي غير وحده حيت البيبرون صغير، يعني دغيا كتساليه، الكبير شي شويه كيدير لك الوقت. بقى غير هادي غادي نساليوه. هانتوما وكنجيو من هنا كنشركو، ها هي كيولي الحجم ديالو قد هكذا. هاك ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البيبرون ديال الصغير، تا هو بنفس الزواقه، عملت يعني غير النص حيت هذا دغيا سالت خدمته قدامكم، يعني هذا هو الشكل النهائي. وهاد الاكسسوار عملته يعني غير من عندي، يعني زوقت يعني كل وحده كيفاش كتبغي تزيد تضيف شي حاجه. فهاديت العازل طبعا هاديت البنيسان نتوما كتشوفوا ها هما كيف كيجيو. المهم كيبقى الاختيار ليكم في هاد الاكسسوارات هادو، بغيتي تشريهم بغيتي تعدلهم بيدك بالكروشي، فكيبقى الاختيار ليكم. هانتوما كما كتشوفوا ها هما كيجيو صراحه مزيونين وفي المتناول الجميع، يعني سهلين ماشي صعيبه، جيب لكم شي حاجه بسيطه ها هما وسهلين. اول حاجه بغيت نقول دائما قيسوا
عاد يعني نزلوا البيبيرون اللي غتخدموا وحداكم باش كل مره كتاخذوا هذا القياس هذا صافي. ديك الساعات هذاك هو الاساس باش غادي تخدموا عليه. فهذا هو الشكل النهائي. وكنتمنى اليوم تكونوا استفدتوا عامة الفائده. شكرا كل واحد كيخلي لي هذيك التعاليق الجميله وكتشجعوني بلي لايك. وما تنساوش اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي اشترك ويفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساونيش بلي لايك والتشجيعات ديالكم دائما التشجيعات ديالكم. وتحيه كبيره كبيره مني لكم. الى اللقاء وفيديو قادم.